على الشغل وتعب الشغل. الشغل وتعب الشغل؟ ده مفيش أحسن في الدنيا من الشغل. الواحد بيقدر يحقق ذاته ويثبت نفسه. يا بختك يا بختي. طب ما تنزلي جربي مرة واحدة بس، تنزلي الشغل مكاني وساعتها بقى شوفي هتقولي يا بختك ولا مش يا بختك. ده كفاية ان انت تستحملي واحد زي رمزي ده. انا طول عمري نفسي اخرج الصبح وارجع بعد الظهر. طب ما تخرجي الصبح فعلا، مثلا تروحي تجيبي طلبات البيت وترجعي بعد الظهر، او تخرجي الصبح تودي ياسمين المدرسة ورجعيها بعد الظهر. عارفي عادل، الابحاث الوراثية الجديدة اثبتت ان في كروموسوم خاص بالشغل بينمو ويتطور داخل المرأة العاملة ويتضاءل ويضمر داخل المرأة العاطلة. يا سلام، ومفيش كروموسوم للمرأة الفاشلة؟ لا، الأبحاث ما تناولتش النوع ده من النساء. طيب يلا صباح على خير، في النور بقى. عندي القلق، انا مش شبهك. انت ليه بتعمل معايا كده؟ انت ليه دايما بتتجاهل كل طموحاتي واحلامي؟ عشان انام واركز انا بقى في احلامي. على فكره بقى، في اكتر من 50 طلب عمل طلبوني. يا سلام، قايلين رانيا بالاسم يعني؟ اهو متغيبه منذ 4 ايام، متخلفه عقليا، من بيتها يسيبها. انت بتهزر ليه؟ انا بتكلم ان هم طالبين كفاءاتي ومهاراتي. بص، هتلاقيني معلمه عليهم بالازرق. وكفاءاتك دي اللي انت متعلمه عليها دي يعني؟ انا مش فاهم، يعني انت مفروض مهتمه بكل حاجه يعني. انت طبختي النهارده يا رانيا؟ لا. اما تطبخي وتعرفي ايه الالتزامات اللي عليكي وتعرفي ان كل حاجه موجوده في البيت دي انت المسؤوله عنها، بقى ساعتها ركزي في الشغل. يعني انت موافق؟ لا انا ما قلتش موافق، انا بقول لك لما تأدي كل التزاماتك ناحيه البيت ابقى ساعتها اوافق. ايوه انا فهمت كده، يعني انا اذا اديت كل واجباتي في الاسره على اكمل وجه من حيث ياسمين والطبيخ والغسيل والنشير وكل حاجه، هتوافق ان انا اشتغل. وبما ان انا واثق ان ده مش هيحصل ابدا، ولا هتلتزمي ولا هتشوفي شغل بيتك ولا حاجه، فروحي يا رانيا اشتغلي. يا سلام يا عادل، يا سلام. انت ما تعرفش انت قد ايه افدت المجتمع وساهمت في تطويره خلال ال10 سنين اللي جايين بقرارك. واحد زائد واحد يساوي كام؟ طبعا 2. فيش حاجة اسمها طبعا 2. ايه طبعا دي؟ في حاجة اسمها نظرية الاحتمالات، يعني حتى الواحد ده الصحيح ده ممكن يتفك على كذا حاجة، بمعنى يعني في الخير وفي الشر، زي ما ربنا خلق الراجل والست. يعني ممكن الواحد يبقى واحدة؟ وممكن كمان يبقى واحدة ونص يا حبيبتي. ما تبوظيش أخلاق البنت وأنا بعلمها. واحدة ونص ده على الدربوك كانت وبناتك لما ترقصوا. قالك صحيح، فين بناتك يا مجيدة؟ راحوا فين لغاية دلوقتي ولا مش عارفة كالعادة؟ يا سلام، وانت مالك بقى يا ست سناء؟ على فكرة يا مجيدة، أنا مش هقطف الملوخية لوحدي، تيجي تقطفي معايا وإلا ولادك مش هياكلوا النهاردة. هلو إيفريبادي، حذروا فذروا، كنت فين النهاردة؟ قولي يا حبيبتي وافرحيني، افرحي قلب أمك عشان قاعدة هنا في نكد. اتعينت في شركة أعالي البحار لسيد التونة. يا حبيبتي ألف ألف مبروك. يعني بينقوا أعلى حتة في البحر ويصطادوا منها التونة، ما تشتريها من البقال أقرب. إنعم يا حبيبتي، بنتي هتبقى أكبر بيزنس وومن في العالم. يس، هشتغل المتحدثة الرسمية لشبكات مراكب الصيد في البحر المتوسط من أوله لآخره. انتي بقى يا بتاعت التونة، جوزك عارف انك هتشتغلي؟ ما حضرها له مفاجأة. بصي كده ليه؟ اوعى تفتكري ان انا متضايقة انك هتشتغلي، بالعكس دي جت مصلحة. اولا هنرتاح من وشك طول النهار، ثانيا هتيجي مهدودة فتتخمدي على وشك طول الليل، ثالثا وده الاهم، ان اخيرا هتحسي على دمك يا جبلة وتشاركي معانا في مصاريف البيت، رابعا هناكل تونة ببلاش وبيضربي علبة وانت مروحة من الشغل وانت جاية من علي البحار بتاعتك دي. وهي علبة هتكفي مين ولا مين؟ واحد في 7 بـ7 تيتا، يعني 7 علب في الأسبوع. برافو برافو يا ياسمين. هي خلصت الواجب؟ لا لسه ما خلصتيش الواجب. لا خلصتي. لما أقول لك ما خلصتيش الواجب تبقى ما خلصتيش الواجب. عادل، أنا كنت عايزة أتكلم معاك في موضوع صغنطة. موضوع إيه يا هانم؟ ماما قالت لي على كل حاجة. إيه؟ عايزة تشتغلي
في شادر سمك في وسط البياعين وفي وسط الصيادين وخمسة كيلو بوري وثلاثة كيلو بياض. بنتك تقول ايه؟ تقول ايه لاصحابها في المدرسة؟ تقول لهم امي المعلمة بلطية؟ امك ما تفهمش، قصدي مامتك ما فهمتش الموضوع. هي الحكاية كلها ان انا جالي شغلانة كويسة جدا في شركة اسمها اعالي البحار لصيد التون. انا اصلا ما بحبش التونة، انا بحب الجمبري طواجن وبحب البوري مشوي ورد. مش ده موضوعنا. ازاي تفكري اصلا انك انت تروحي الشغل من غير ما تقوليلي؟ ما انا كنت هوفق ما بين الشغل والبيت. توفق ازاي بقى؟ هتاخدي كام في الشغلانة دي؟ هاخد 5000 جنيه في الشهر، غير الحوافز هيوصلوا ل 8000 جنيه. طب والشركة دي مش عايزة موظفين تاني يعني؟ على فكرة يعني أنا بجيب الآلة الكاتبة وعندي مؤهل فوق متوسط وبكتب شعر وبسطات تونة، ده أنا بموت في التونة، بحب التونة جدا. كان آخر يوم للتقديم امبارح. طب وما قلتليش ليه بس يا رانيا؟ كنت أنا وأنت مع بعضينا، مرتباتنا مع بعض، ممكن تخلينا نكون ثروة سمكية كبيرة. يلا مش إشكال مش إشكال، المهم هتسلم الشغل ده إمتى إن شاء الله؟ بكرة إن شاء الله. على فكرة دول ادوني نص شهر مقدم. ياه، يعني أربعة ده ناس محترمة قوي. يعني لازم تحافظي على شغلتك دي بقى يا رانيا، أصل الفرصة ما بتجيش الواحد غير مرة واحدة بس في حياته. أربعة ويعني ده حاجة هايلة قوي، لازم تحافظي على الشغلانة. إحنا خلاص الحمد لله ربنا كرمنا على آخر أيامنا الحمد لله. أنا مش عارفة كده، مخنوقة متضايقة. إيه بس إيه اللي مضايقك؟ إيه اللي مضايقك بس؟ ياسمين يا عادل، ياسمين لا لا ياسمين ما تقلقيش على ياسمين خالص، انا هتصرف مع ياسمين. بص يا ستي، ياسمين بقى اكلها شربها مذاكرتها غيارها اي حاجه عند ياسمين انا المسؤول عنها. وبصي انا بفكر اتفرغ لياسمين واتفرغ للبيت، يعني بفكر اقفل البازار. ايه اللي بيجي لي من البازار غير وجع الدماغ والقرف ورمزي؟ يعني ما بستفدش منه اي حاجه خالص. انت بس اهم حاجه تقومي ترتاحي دلوقتي عشان تقومي الصبح وشك فايق. يلا قوم قوم. مش جاي المزاج انام دلوقتي يا عادل. خلاص تحبي اجيب لك عشاء؟ مش عارفه كده كاني كده يعني نفسي اكل سوشي. نعمل دليفري من بره. لا 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 لا، سوشي ايه ودليفري ايه؟ لا 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 لا، احنا عايزين نوفر كل ما اللي هيجي لنا بقى ان شاء الله. بصي انا هقوم احضر لك انا العشاء. تحب اعمل لك بوفتيك مثلا ولا اعمل لك 8000 مكرونه بال؟ بصي هتصرف، هجيب لك الثلاجه كلها هجيبها لك هنا. يا 8000 يا يا رمزي. انا عايزك بقى تعمل لي جرد لكل الحاجات اللي موجوده في البازار دي، وتشوف محمد تيتي بتاع البازار اللي جنبينا اذا كان عايز يشتريهم اوكي، مش عايز يشتريهم ارميهم اتصرف فيهم مش اشكال. المهم ان انا خلاص علاقتي انتهت بالسياحه. وانا علاقتي هتبتدي بالصياعه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا يا شهد رمزي، انا مش هسيبك، هخلي رانيا تشوف لك شغلانه. ليه يا دول؟ هي رانيا هتفتح بازار ولا ايه؟ بازار ايه يا ابني؟ رانيا بقت المتحدثه الرسميه لشركه اعالي البحار في البحر المتوسط. شركه اعالي البحار البحر المتوسط؟ ايه ده؟ دي سياسه دوله دي؟ بس خلي بالك بقى انها يعني حاجه خطره وكده يعني، ودي اعدائها كتير. دي دول عظمى يا دوله، والبحر غدار. بحر ايه اللي غدار يا ابني؟ دي شركه بتاعت تونه. بقاله يعني؟ بقى زمتك تقفل البازار ده علشان تفتح بقاله يا دوله. قالت ايه يا دي يا اهبل؟ لا 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 لا. انت متخيل يا دي يا رمزي يعني ايه 8000 جنيه في الشهر؟ يعني يجيبوا كام علبة تونة دولة؟ لا لا لا، التونة دي هناكلها احنا ببلاش، لكن ال 8000 جنيه دول هيخلونا ناكل اللي عمرنا ما كلناه قبل كده. ياه، واقعد انا بقى متفرغ بقى يا معلم لحياتي والبنتي والاشعاري. وبالمرة بقى كان نفسي من زمان قصيدة اكتبها اللي هي بتاعت يا مصر انا فضيت لك خلاص واتفرغت. طب يا دولة يعني ما فكرتش في رمزي ابن عمك حبيبك؟ انا هتفرغ ليه يا دولة؟ ما تقلقش يا رمزي، قلت لك عموما ممكن تيجي تشتغل مثلا تساعدني في البيت. خدام؟ انا يا دولة اشتغل خدام في البيوت؟ بقى دي اخرتها؟ ده انا كان عندي طموحات يا دولة في البازار ده، كان نفسي اقلبه متحف واقعد بره كده اقطع تذاكر. شوف بقى دولة بقى البضاعه جوه هي هي وبتجيب فلوس. بس يلا بقى مفيش نصيب. انا معاك يا دوله في موضوع جنينه الاسماك اللي انت بتقول عليها. جنينه الاسماك؟ يعني انت اللي فهمته من كلامي كله ان انا هعمل جنينه اسماك؟ برضو دماغك في انك انت تقطع تذاكر وخلاص. بص يا لا رمزي، انت ما تفكرش خالص، سيبنا انا اتصرف لك، اتفقنا؟
يلا يلا، القطر العبيد داخل على فين؟ على المحطة الهبلة، المحطة الهبلة، المحطة الهبلة. عديت صباعي. أخبار بقية الأكل إيه يا حماتي؟ ناقص كباب الحلة حبيبي. كباب الحلة؟ يا سلام، أنا ممكن أساعدكوا أقطع لكم بصل مثلا. لا مش عايزين. خلفتي بقى الستات، واحدة اتطلقت والتانية اتستتت. أنا اللي هفتح لها. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله على السلامه. كل حاجه بقت تمام، الاكل كله خلص، ولعلمك بقى عملت لك بطاطس 100 100، وانا عملت لك صينيه مسقعه تستاهل بقك. وانا بقى بقول لك يا عادل، روح حضر لها ميه بملح تنقع فيهم رجليها، تلاقيهم مفقفقين من الوقفه يا راجل البيت. يا ماما مش دلوقتي يا ماما، دي جايه جعانه تاكل بس الاول. احكي لنا بقى عملت ايه في الشغل. انا اترفضت. ايه؟ اترفضتي؟ ربنا استجاب لدعايا. مش هي دي المشكله يا طنط؟ امال ايه المشكله؟ مشكله ايه؟ مشكله ان انا مضيت على نفسي 100,000 جنيه شيك لصاحب الشركه. انا ما دعيتش للدرجه دي. المهم خدتيه تاني من صاحب الشركه ولا لا؟ ما رضيش يديهولي. يا سلام، يا نهارك اسود، ليه بقى ما رضيش يديهولك؟ ليه ان شاء الله؟ هو بيقول يعني بسبب الخسائر اللي انا سببتها للشركه، ولازم ادفع بكره الصبح والا هخش السجن. طيب حضري شنطتك بقى يا حبيبتي. ليه يا حبيبي؟ هو احنا رايحين في حته؟ لا مش احنا، انت بس هتروحي على سجن تورا ان شاء الله، تمضي على نفسك شيك ب 100,000 جنيه. انت اتجننتي؟ ما هو لان انا موقفي وموقعي في الشركه كمتحدثه رسميه حساس جدا، مفيش ورقه صغيره ولا كبيره الا لازم تعدي عليا انا الاول، وانا تحملت المسؤوليه دي بكل شجاعه ورعونه عشان اثبت كفاءتي. كفاءتي يا ام كفاءه؟ كفاءتي ايه؟ انت متاكده ان انت مضيتي؟ طبعا، لان انا كمتحدثه رسميه للشركه مسؤوله عن كل الورق ولازم امضي عليه قبل ما يخرج. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، 100,000 جنيه، ودي دول عظمى، دول عظمى والبحر غدار، فعلا رمز كان عنده حق. عادل، مستر مصطفى بيقول لو ما اتدفعوش بكره الصبح هخش السجن. رانيا، انا تعاطفا مع موقفك كنت محوشه 3,000 جنيه عشان لما اتجوز اعرف اتخانق مع جوزي براحتي. خديها. يا سلام عليكي، اصيله يا سناء. وانا يا حبيبتي عندي صيغه تكلف حوالي 4,000 جنيه، كنت شايلاهم عشان لما يتجوز ان شاء الله ما احتاجش للي يسوى ولا ما يسواش. خديهم يا حبيبتي. يا سلام، أصيلة يا حماتي. وأنا بقى معايا 300 دولار، كنت يعني كل ما بحوش فلوس كده بروح أحولهم دولارات عشان أنت عارف يعني الدولار عمال بيعلى. يا سلام، أصيلة يا نجلاء. وأنا يا بابا معايا 2 جنيه سرقتهم من جيبك الصبح. يا سلام، حرامية حرامية، يعني أنا بنتي هتخش النار ومراتي تخش السجن وأقعد لوحدي؟ عموما ماشي، دول على بعضيهم يساوي حوالي مثلا 15,000 جنيه، والعفش بتاعنا ده يجيب له مثلا بتاع 5,000 جنيه، يبقى ده 20,000 جنيه، والاتنين جنيه بتاع البنت الحرامية دول مش هينفع، مش هينفع. بقولك ايه، معاكي تليفون الراجل النصاب ده؟ طبعا معايا. اهلا يا استاذ عادل، الاستاذ فتحي الخبير كان هنا وسال على حضرتك من شويه. متشكر قوي يا سامي، متشكر قوي. استاذ عادل، الخبير سال على حضرتك من شويه. سال عليا لسه سامي قايل لي دلوقتي احسن. متشكر قوي. هاي مستر مصطفى. مستر مصطفى عادل جوزي. اهلا عادل بيه. اهلا وسهلا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. طبعا هجيب لحضرتك عصير البرتقال المخصوص يا استاذ عادل. والمدام تشرب ايه؟ قهوه ساده. ماشي. شيك قوي اللوكيشن ده يا عادل بيه، وواضح انك معروف قوي فيه. والله يعني صراحه يعني المكان ده بيعتبر بيتي على طول، ببقى هنا. ثانيه واحده، انا اسف بس هرد على التليفون. الو. ايوه. لا ما هو الخبير جه من شويه وما لقانيش وهيجي لي تاني، وهو خد القطعه وان شاء الله هيجيبها على طول. ماشي ماشي، أول ما يمشي هكلمك على طول. مع السلامة. مع السلامة. برضو هتعمل اللي في دماغك يا عادل؟ جرايه يا رانيا، ما احنا ما قدمناش غير كده.
اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك بقى انا عايز افهم يعني في ايه بقى يا استاذ مصطفى؟ متهيألي المدام قالت لحضرتك ان ليا عليها شيك بمئة الف جنيه مقبول الدفع. ايوه مع حضرتك انا عايز اعرف يعني المئة الف جنيه دول الخسائر اللي هي سببتها كانت عباره عن ايه؟ عادل بيه انا صياد والصيد علمني ان كل سمكه وليها طعمها. طبعا وكل هبله وليها عذرها. ايوه وكل سمكه وليها شوكتها يا عادل بيه. ايوه بس حضرتك يعني احنا السمكه بتاعتنا دي في ليه ما فيهاش شوك خالص؟ دي تتاكل حاف حضرتك. بالظبط يا عادل باشا، وانا الصيد علمني اني احط الطعم وارمي سمكه القطو تطلع لي بتلعلط في الهواء اوزنها واقبط. ايوه يعني حضرتك شغلك كله من الهواء يعني. ايوه والست بتاعتك ليه عليها شيك بمئة الف جنيه مقبول الدفع، يعني الحبس يا الدفع، والقانون لا يحمل مغفلون. لا لو سمحت لو سمحت، نصبت عليا قلت اوكي وبمزاجي، لكن تشتب ما اسمح لكش. برافو عليك يا رن. هو ده استاذ عادل الخبير. جه الخبير جه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللي انت عامله ده، اللي انت لابسه، قلت لك تلبس لبس خبير، جايب لي لبس مخبر. ايه دول؟ ما انا اللي اجرت منه لبس، ما لقيتش لبس خبير فقلت اجتهد بقى. تجتهد ايه؟ انا قلت ايه اللي انت عامله؟ مسترخص شنب يخرب بيتك. ما هو غالي الثانيه دول بقى. المهم خش على الشغل، خش على الشغل. دي حته اثار فرعونيه اصليه 100%. والحتة الاثار الفرعونيه دي بترجع اصولها لاسره من الاسر المنتجه. اسره منتجه ايه وانت جاي تبيع سرير ودلاب؟ ودي يا استاذ دولا ما يقلش ثمنها ابدا عن 2 مليون جنيه استرليني فقط لا غير. تعمل شيك. يلا متشكرين قوي يا استاذ فتحي. عجبتك عجبتك. متشكرين قوي. طيب انا هسبقك بقى على البازار يا دولا. عادل افرض حد مراقبك دلوقتي يقول ايه؟ بتهرب اثار يا عادل؟ ما تقلقيش، مين يقدر ياخد باله من حاجه زي كده؟ واضح ان شغلتكم فيها مخاطر كتير قوي يا عادل بيه. خليك في حالك، المهم انا في شغلانه في ايدي ان شاء الله يعني هيجي لي منها مبلغ محترم، هسدد لك ال 100,000 جنيه اللي على المدام. انا ممكن اخلصها لك يا عادل بيه واللي انت عايزه، مش انت برضه بتشتغل في تهريب الاثار؟ ايه ده؟ انت عرفت ازاي؟ مش قلت لك ممكن حد يعرف؟ دي شغلانه خطر قوي يا عادل. ولا خطر ولا حاجه يا هانم، انا ممكن اخلصها له والله، واللي انت عايزه هتاخده يا عادل بيه. عموما ما دام انت بقيت مننا وعلينا وبقينا نصابين زي بعض، فحضرتك دي انا كنت عارضها للبيع بمليون جنيه، هي تتباع ب2 مليون، يعني هتاخدها تكسب فيها مليون كمان في ظرف ثانيه. وانا ادي الشيك ابو 100,000 جنيه اهو بتاع الهانم يا فندم، انا بس اسبوع في باريس صد رد وراجع تاني، واول ما هرجع بعون الله حكيشتك بقيه المبلغ عادل بيه. مش عارف يعني انا حاسس ان انت بتنصب علينا. طب انت معكش اي سيوله فوق ال 100,000 جنيه بتاعتنا يعني؟ معايا يا عادل بيه، معايا اهو اهو معايا كل خير. اتفضل ادي 50 جنيه. طب انت معاك فلوس ثانيه يعني؟ والله يا عادل بيه دول 5 جنيه، هجيب علبه سجاير وبالباقي هركب ميكروباص وانا مروح. ماشي انا كده معايا 100,000 و50 جنيه، اما ترجع من فرنسا تجيب الفلوس بلاش حركات. لا 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 يا عادل مستر مصطفى ده مش نصاب خالص. ربنا يستر طريقك يا هانم، ربنا يستر طريقك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. استنى يا مهرب اثار، لازم تغطي الاثار وانت بتهربها عشان ما تبانش. ربنا يستر طريقك يا هانم. ماشي السلام عليكم. مع الف سلامه. السلام عليكم. حلو ادي الشيك بتاعك اهو يا ستي، وادي 50 جنيه، دول اللي يهموني، دول تمن التمثال.